بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي كل المتابعين والمهتمين بمجال الرياضة المالية في حلقة جديدة من الحلقات الإسرائيلية عن الرياضة المالية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفوائد عموما، ولكن بصفة خاصة الفوائد الدورية. طبعا في الحلقات الإسرائيلية اللي فاتت اتكلمنا عن معنى الفايدة، وعرفنا إن الفائدة هي العائد من وراء رأس المال المستثمر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما قلنا قبل كده ان حضرتك معاك 10,000 جنيه زايدين عن حاجتك فحبيت تستثمرهم، هو حضرتك عاوز تستثمر ال 10,000 جنيه ليه؟ عشان يفضلوا 10 زي ما هم، ولا كلمة استثمار معناها زيادة؟ يبقى هنا انا محتاج ازود ال 10,000 جنيه دول. ال 10,000 لما استثمرتهم سواء بقى في بنك او في مشروع او whatever، هتلاقي ان في نهاية السنة العشر تلاف دول وليكن اصبحوا 11,000. اصبحوا كام؟ 11,000. هنا العشرة لما اصبحوا 11 حصل عنك زيادة في رأس المال المستثمر. يبقى انا كان عندي في بداية الكلام اصل رأس المال اللي عندي، او اذا كان قرض يبقى انا معايا القرض بتاعي او رأس المال بتاعي وليكن 10,000. حصل زيادة على هذا المبلغ في نهاية المدة. الزيادة دي أدت لإيه؟ أدت لأن المبلغ كان 10 أصبح 11، يعني مقدار هذه الزيادة 1,000 جنيه. وليكن المعدل بتاعنا 10%. دايما الزيادة بتتم عن إيه؟ عن طريق معدل الاستثمار السائد أو المعدل المتفق عليه بين الداين والمدين. يبقى احنا اتفقنا ان ال 10,000 اصبحوا 11، قلت لي ده كده زادوا كام؟ زادوا 1000 جنيه. في الحلقات السابقه عرفنا ان الزياده دي جت منين؟ قلت لك ان دايما الفايده ليها عوامل. عوامل الفايده عباره عن ايه؟ قلت لي عوامل الفايده دي عباره عن المبلغ اللي هو اصل المبلغ المستثمر او اصل القرض او اصل راس المال زي ما حضرتك بتسميه او زي الحاله بتاعتنا ما هنشوف. يبقى كده قلنا عوامل الفايدة، أول حاجة معايا المبلغ المستثمر، تاني حاجة المعدل السائد أو المعدل المتفق عليه أو المعدل المستخدم في هذا المجال أو في هذه العملية، تالت حاجة مدة الاستثمار. تالت حاجة مدة الاستثمار. يبقى أول حاجة لما نيجي نفتكر مع بعض عوامل الفايدة، قلت لي عوامل الفايدة دول تلات عوامل. التلات عوامل إيه هما؟ قلت لي المبلغ و المعدل ومدة الاستثمار. طيب عوامل الفايدة دي لو زادت ايه اللي هيحصل للفايدة نفسها؟ قلت لي طبعا لو انا حاطط 10,000 جنيه في البنك اكيد مش هاخد فايدة زي اللي حاطط 20,000. اقول لك صح جدا، يبقى كل ما المبلغ يزيد الفوائد بتاعتك هتزيد. تمام، كلام كويس. طب بالنسبة للمعدل، قلت لي والله لو البنك بيديني 7% وبيدي غيري 9% أو بنك تاني بيدي 9%، هل الراجل صاحب 9% واخد أكتر من الراجل صاحب 7% مع ثبات باقي العوامل؟ قلت لي تمام برضو. يبقى معنى كده إن أي زيادة في المبلغ هيحصل فيها زيادة في المعدل، أي زيادة في المبلغ هيحصل فيها زيادة في الفايدة، وكمان أي زيادة في المعدل هيحصل فيها زيادة في الفايدة. وبالنسبة للمدة، قلت لي ما هي المدة دي كده، لو انا حطيت فلوسي في البنك سنة خدت عليهم 1,000 جنيه، يبقى لو حطيتهم سنتين هاخد 2,000. يبقى اذن زيادة المدة هي كمان بتؤدي لزيادة الفايدة. يبقى احنا كده عشان نكون متفقين من بداية حلقتنا ان الفايدة ليها تلات عوامل، المبلغ والمعدل والايه والمده. طيب التلات عوامل دول، زياده المبلغ تؤدي الى زياده الفايده، زياده المعدل تؤدي الى زياده الفايده، زياده المده تؤدي الى زياده الفايده. طيب يا مستر، معنى كلام حضرتك ان هناك علاقه طرديه بين عوامل الفايده وبين الفايده نفسها. يعني معنى كلام حضرتك ان اي عامل من عوامل الفايدة هيزيد هيبتدي هو كمان يزود ايه؟ يزود الفايدة نفسها. اذا
أول حاجة عرفناها إن في علاقة طردية بين عوامل الفايدة والفايدة نفسها. طيب الفايدة دي، علشان ندخل في موضوع حلقتنا اللي هو الموضوع المهم جدا النهاردة، الفايدة دي عبارة بتدفع ازاي؟ قلت لي بتدفع في نهاية المدة المفروض، يبقى انا حطيت 10,000 جنيه في بنك لمدة سنة، اخر السنة بروح اقول له يا بنك انا عايز اتحاسب مع حضرتك، يقول لي اتفضل ونقعد كده، يقول لي كنت حضرتك حاطط 10,000 جنيه بمعدل 10%، المعدل ده البنك بيحدده، بيبقى محدد من قبل البنك حسب المعدل السائد في السوق او البنك عارف العمليات دي بتشتغل ازاي. يبقى احنا قلنا، قلت له يا بنك انا معايا 10,000 جنيه سايبهم عندك بقالي سنه بمعدل 10%. البنك قال لي طيب حضرتك جاي النهارده بعد سنه تتحاسب، اذا نضرب الفايده اللي هي بتساوي الف في عين في نون، طبعا عرفنا الالف اللي هو المبلغ والعين اللي هو المعدل والنون اللي هي مده الاستثمار، و العين طبعا بيبقى عين في المية او عين على مية، قام قايل لي يبقى 10,000 في 10 على 100 في السنة اللي حضرتك سبت الفلوس فيها، طلع مقدار الفوائد بتاعتي 1,000 جنيه. خد بالك الالف جنيه ده اتحسب بناء على المدة والمعدل والمبلغ اللي احنا كنا حاطينهم في التمرين او في الحالة العملية بتاعتنا. قال لي هنا الفايدة اتدفعت امتى؟ اخر المدة. طيب بعض الحالات بقى، بعض الحالات لما تبقى المبالغ كبيرة او يبقى البنك عايز مثلا يشتغل بسرعة اكبر، يقول له لا احنا عاوزين نتعامل بفايدة دورية. يعني ايه فايدة دورية؟ ودي بتبقى في حالة القروض اكتر يعني، وشغل الاقساط والحاجات دي. يقول له الفايدة الدورية اللي عندنا معناها ايه؟ معناها ان لو انا ليا عند حضرتك فايدة 1,200 جنيه اخر المدة، يبقى المفروض بعد السنة دي مثلا لو كان المعدل 12% فكانت الفايدة بتاعتي هتوصل لكام؟ ل 1,200. أقول لك والله أنا ال 1,200 دول أنا بعد إذن حضرتك، حضرتك واخد قرض 10,000. حضرتك واخد قرض كام؟ 10,000 بمعدل 12%، يبقى أنت خدت قرض من البنك 10,000 جنيه. والبنك حسب لك معدل كام في المية؟ 12%. وسبت فلوسك أو خدت الفلوس من البنك دي لمدة سنة. في نهاية السنة المفروض حضرتك بتروح تسدد القرض وبتسدد الفوائد، صح؟ يبقى هتسدد القرض 10,000 وهتسدد لهم الفوائد بتاعته 1,200، يبقى حضرتك هتسدد الجملة 11,200. البنك قال لك لا والله ده احنا عندنا نظام اسمه نظام الفوائد الدورية، انا مش هصبر عليك لاخر المدة وترجع تجيب لي القرض وتجيب لي الفوائد، انا عارف انك هتديني الفوائد بس حضرتك انا النظام عندي اسمه نظام الفوائد الدوريه. فانت قلت له انا عايز اعرف يعني ايه نظام الفوائد الدوريه. قال لك الفوائد الدوريه بتاعتنا دي عباره عن ايه؟ اول حاجه ال 1,200 اللي كنت هتدفعهم في نهايه المده انا هقسمهم لك على السنه اللي عندنا ده، بحيث انك هتدفع كل شهر مبلغ متساوي. قلت لي يعني ال 1,200 دول انا هدفعهم على فوائد دورية متساوية، كل فايدة قد التانية؟ أقول لك يبقى ال 1,200 دول على ال 12 شهر يبقى كل شهر 100 جنيه. يبقى حضرتك بدل ما تدفع ال 1,200 مرة واحدة في نهاية المدة، لا هتدفع كل شهر كام؟ 100 جنيه. يبقى إذن الشهر الأول هتيجي تديني 100 جنيه، الشهر الثاني هتيجي تدفع 100 جنيه، يبقى كده حضرتك دفعت كل شهر كام؟ 100، الشهر الثالث 100، الشهر الرابع 100، الشهر الخامس 100، السادس 100، السابع 100، الثامن 100، التاسع 100، العاشر 100، الشهر ال 11 100، الشهر ال 12 100. كده حضرتك كل شهر اديتني كام؟ اديتني 100 جنيه. يبقى في نهاية السنة اللي هي كانت مدة القرض كله حضرتك اديتني 1,200. طيب الفايدة الدورية دي بتتحسب على أساس إيه؟ تعالوا بقى نشوف الكلام ده وندردش مع بعض شوية في موضوع الفوائد الدورية. أول حاجة عندي اسم الموضوع النهاردة عندنا اسمه الفوائد الدورية. الفوائد الدورية ده عبارة عن إيه؟ بقول له الفايدة الدورية في بعض الحالات
عند منح القروض البنك هيدي لحضرتك قرض، بيشترط الدائن او البنك او اي شخص مسلف فلوس او مستثمر فلوس، يقول لك ان تدفع الفائده بصفه دوريه منتظمه. يبقى انا عندي بصفه دوريه ايه؟ منتظمه، اخر كل فتره زمنيه. خد بالك هو قال ايه؟ اخر، قال اخر كل فتره زمنيه. يبقى مثلا لو الفتره الزمنيه دي شهر، يبقى انا هدفع اخر الشهر الاول ده، وبعدين ادفع اخر الشهر الثاني، وبعدين ادفع اخر الشهر الثالث. طب انا عندي حته مهمه جدا في الموضوع ده، ان لازم الفوائد الدوريه تكون متساويه. بمعنى ايه؟ يعني الفائده الدوريه الاولى كانت 100 جنيه، ما ينفعش اطلاقا ان اجي في الفائده الدوريه الثانيه اقول ده 150. يبقى هنا من شروط الفوائد الدوريه ان جميع الفوائد الدوريه متساويه، جميع الفوائد الدوريه متساويه. يعني في الفوائد الدوريه الفائده الاولى بتساوي الفائده الثانيه، بيساوي الفائده الثالثه، بيساوي الفائده الخمسين، بيساوي الفائده المليون، بيساوي فيه اي فائده في الفوائد الدوريه لازم تكون شبه اختها، قد بعض. يبقى الفوائد الدوريه عندي متساويه. طيب كيف تحسب الفائده الدوريه؟ الفائده الدوريه دي بمنتهى البساطه هقول لحضرتك، هاخد القرض او اصل المبلغ اللي عندي واضربه في المعدل في مده الفائده الدوريه الواحده. قلت لي ايه ده؟ هو في مده للفائده ومده تانية؟ اقول لك طبعا، لان الفوائد الدوريه انا عندي بيبقى الحاله العمليه اللي عندي بتبقى فيها مدتين، مده القرض كله اللي هي المده الاصليه اللي احنا هنتحاسب عليها عن القرض كله. واحد واخد قرض سنه، يبقى مده القرض كله كام؟ سنه. حضرتك قلت للبنك انا عاوز منك 10,000 جنيه لمده سنه، فالبنك اداك ال 10,000 جنيه وقال لك كده حضرتك المفروض في نهايه السنه تكون مخلص القرض بالفوائد بتاعته، يبقى دي اسمها مده ايه؟ القرض. يبقى هنا المده الاصليه او المده الكبيره اللي بالسنوات بتكون مده القرض. جه بعد كده البنك قال لك بس بشرط انت هتدفع لي الفوائد كل شهر، مش هسيبك، مش هستنى عليك لما تخلص المده وتيجي تديني الفوائد. انا عايز من حضرتك الفايده هنحسبها ونقسمها على عدد الشهور وهتجيني تدفع كل شهر. يبقى هنا الحاله بتاعتنا في كام مده قلناها؟ قلت لي في مدتين، المده الاولى سنه اللي هي ال 12 شهر اللي هي مده القرض الكلي او مده القرض الاصلي، والمده الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن شهر اللي هي مده الفايده اللي هي الفرق بين الفايده والثانيه. مش انت قلت عندي اشتغلهم على 12 فايده كل فايده شهر، يبقى في اخر الشهر الاول اللي هي في 31/1 هدفع الفايده الاولى، وفي اخر شهر 2 اللي هو 28 او 29 هدفع الفايده الثانيه، وفي 31/3 هدفع الفايده الثالثه. يبقى معنى كلامك يا مستر ان عندي شرطين في موضوع الفوائد الدوريه، التساوي والانتظام، التساوي والانتظام. طيب لسه هنشوف بقى حته التاخر، بقى في مدين تعثر او توقف عن السداد، هنشوف الحالات دي كلها مع بعض. ولكن احنا قدرنا نحسب الفايده الدوريه، في بدايه الكلام قلت لي ان الفايده الدوريه بتساوي اصل القرض في المعدل في مده الفايده الدوريه الواحده. خد بالك في مده الفايده الدوريه الايه؟ الواحده. يعني انا مش هاخد مدة القرض كله، ده انا هاخد ايه؟ هاخد مدة الفايدة الدورية الواحدة. طيب حسبنا الفايدة الدورية وعرفنا ان الفايدة الدورية مثلا 100 جنيه. تقول لي طب لو انا عايز اعرف عدد الفوائد الدورية، ازاي اعرف عدد الفوائد الدورية؟ اقول له بمنتهى البساطة عدد الفوائد الدورية بيجي ازاي؟ الاول ممكن نسميه نون او سميه زي ما انت عاوز. عدد الفوائد الايه؟ الدوريه، بيساوي مده القرض كله على مده الفايده الواحده. يبقى احنا بنقول ايه؟ المده كلها على مده فايده واحده. طب ما انت حضرتك يا مستر قلت المده كلها كانت سنه ومده فايده واحده كانت كام؟ شهر. عشان القسمه تطلع بسيطه معانا وجميله كده اقول له السنه دي احولها لايه؟ لشهور. يبقى هقول له واحد سنة في 12 شهر
يبقى بيساوي 12 على مدة الفايدة الواحدة 1 شهر، يبقى 12 على الواحد فيها ال 12، يبقى حضرتك هتسدد كام فايدة للبنك؟ قلت لي على طول هسدد 12 فايدة. يبقى عدد الفوائد الدورية جه ازاي؟ بيساوي مدة القرض كلها على مدة الفايدة الواحدة. طيب جبت عدد الفوائد، عاوز اعرف بقى مجموع الفوائد الدورية. هتضرب الفايدة الدورية الواحدة في عددهم، هتضرب الفايدة الدورية الواحدة في ايه؟ في عددهم. يعني يا مستر، يعني فاكر لما الفايدة الدورية بتاعتك لما حسبناها كانت 100 جنيه؟ قلت لي اه. هضرب بقى ال 100 جنيه في عدد الفوائد اللي احنا عرفناه، يبقى 100 في 12 بيساوي 1200. طب فاكر ال 1200 دول مش هي كانت فايدة القرض اصلا؟ برافو عليك. يبقى هنا انا اللي حصل في موضوع الفوائد الدورية بمنتهى البساطة ان خدت فايدة القرض قسمتها اجزاء متساوية على مدة القرض، بحيث انك حضرتك كل ما يجهز معاك الجزء بتاعك بتجيبه في نهاية الفترة اللي احنا متفقين عليها اللي هي وليكن شهر. طيب واحد قال لي طب لو عايز ادفع كل شهرين، اقول لك كده الفايدة هتدفع كل شهرين، بس خد بالك عدد الفوائد هيقل، عدد الفوائد هيقل، لأن عدد الفوائد بيتناسب عكسيا مع مدة الفايدة الواحدة. نرجع تاني بقى نشوف ايه هي الفوائد الدورية تاني في الباوربوينت بتاعنا. بقول في بعض الحالات عند منح القروض بيشترط الدائن أن تدفع الفائدة بصفة دورية آخر كل فترة زمنية. يبقى كده البنك اتفق ان حضرتك هتجيني اخر كل فترة تديني ايه؟ الفايدة الدورية بتاعتي. فمثلا اذا تم الدفع اخر كل شهر زي الحالة اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، قلت هنسمي الكلام ده فوائد شهرية. يبقى لو الدفع اخر كل شهر تسمى فوائد شهرية، يبقى الفايدة الدورية عندي بنسميها فايدة دورية شهرية. طيب أما إذا تم الدفع آخر كل شهرين تسمى هذه الفائدة فائدة دورية سدس سنوية. ليه بقى سدس سنوية؟ اقسم كده 12 شهر اللي هما شهور السنة على الشهرين، يبقى 12 على الاتنين فيها السدس، أو فيها الستة. 12 على 2 فيها كام؟ الستة. فالستة دي معناها إيه؟ معناها إن كل فايدة من الفوائد الستة دول معناها إنها اسمها سدس سنوية. يبقى إذا تم الدفع آخر كل شهر تسمى هذه الفايدة فايدة شهرية، لأن حضرتك بتدفع كل شهر. أما إذا كان الدفع آخر كل شهرين فبقسم شهور السنة اللي هي 12 على الاتنين، قامت مدياني 6 فوائد او ست فوائد، فالفايده الواحده نسبتها 1 على 6 فاسمها فائده سدس سنويه. طيب عندي كمان ممكن عميل تاني يطلب انه يدفع اخر كل 3 شهور، يقول لي اذا تم الدفع اخر كل 3 شهور تسمى هذه الفائدة فايدة ربع سنوية. برافو عليك، ما حضرتك قلت لي ما هو فعلا الثلاث شهور دول هم ربع السنة. تمام، يبقى برضو اعرفها ازاي ربع؟ لو انت مش واخد بالك بقسمت 12 شهر اللي هم شهور السنة على الثلاث شهور اللي هم شهور دفع الفايدة اللي عندي، اداني 4 مرات في السنة. يبقى نسبة الفايدة الى المجموع الفوائد يقول لي 1 على 4، يعني هذه الفايدة فائدة ربع سنوية، أي أنها تدفع كل ربع سنة أو كل 3 شهور. عندي كمان إذا تم الدفع آخر كل 4 شهور هذه الفايدة تسمى فائدة تلت سنوية. ليه تلت؟ لأن طبعا قلنا 12 على 4 يبقى فيها 3 مرات، يبقى هذه الفايدة فائدة ثلث سنوية. طيب كده احنا قلنا ان ممكن الفايدة تدفع اخر كل شهر،
وممكن تدفع آخر كل شهرين، وممكن تدفع آخر كل 3 شهور، وممكن تدفع آخر كل 4 شهور. يبقى هنا كل شهر قلنا عليها شهرية، وكل شهرين قلنا عليها سدس سنوية، وكل 3 شهور قلنا عليها ربع سنوية، وكل 4 شهور قلنا عليها تلت سنوية. طيب لو تدفع كل 6 شهور، قلت لي ال6 شهور هنا معناها 12 على 6 فيها المرتين، يعني حضرتك بتدفع كل نصف سنة، يبقى هذه الفايدة فائدة دورية نصف سنوية. يبقى الفايدة هنا اسمها فايدة ايه؟ فايدة دورية نصف سنوية. يبقى حضرتك المتاح ليك في دفع الفوائد يا اما تدفع كل شهر، يا اما تدفع كل شهرين، يا اما تدفع كل 3 شهور، يا اما تدفع كل 4 شهور، يا اما تدفع كل 6 شهور. يبقى ما ينفعش تدفع كل 5 شهور. ليه؟ مش هتبقى وحدات منتظمة. يبقى انا عندي في موضوع الفوائد بقول لك بندفع كل شهر او كل شهرين او كل 3 شهور او كل 4 شهور او كل 6 شهور. معنى كلامك ان عندي فوائد شهرية وفوائد سدس سنوية وفوائد ربع سنوية وفوائد تلت سنوية وفوائد نصف سنوية. طيب خلاص قلنا الكلام ده بتاع الفايدة، وهناخد اول حالة عام او اول افتراض معانا ان المدين راجل كويس وراجل اتفاقاته سليمة والبنك مجربه قبل كده وحد محترم او الدائن مجربه قبل كده. قال لي ايه؟ قال لي ان الراجل ده بيجي في ميعاده ويدفع، ما بيأخرش يوم عن ميعاده، ما بيأخرش ساعة عن ميعاده. ايه اللي هيحصل؟ قال لي في الحالة دي لو القرض كان مدته سنة والفايدة الدورية مدتها شهر، الراجل ده هيجي اخر كل شهر يقول اتفضل الفايدة الدورية بتاعتك، الشهر اللي بعده اتفضل الفايدة الدورية بتاعتك، لحد ما السنة تخلص. نهاية المدة انا هطالب هذا الرجل او هذا العميل بايه؟ بفوائد؟ ما اقدرش، لانه سدد كل الفوائد عليه بصفة دورية وهو شغال. كل شهر بيجي يقول لي اتفضل الفايدة بتاعتك، اتفضل الفايدة بتاعتك، لحد اخر شهر عندي كان دافع الفوائد كلها. في الحالة دي المدين في نهاية المدة هيدفع ايه؟ او الدائن في نهاية المدة هياخد ايه؟ حاجة واحدة، القرض الاصلي. يبقى هنا في نهايه المده اذا كان المدين ملتزم بالسداد في المواعيد المحدده، في نهايه هذه المده بمنتهى منتهى البساطه الدائن ملهوش عنده غير القرض الاصلي، الدائن ملهوش عنده غير القرض الاصلي، والمدين محدش يقدر يطالبه غير بالقرض الاصلي. يبقى الراجل المدين يروح البنك بكل ثقه كده يقول يا بنك انت مالكش عندي اي حاجه غير ال10,000 جنيه، اتفضل. يبقى هنا كانت فكره الفوائد الدوريه مع الالتزام، مع ايه؟ الالتزام بسداد هذه الفوائد. خلص الالتزام بتاعه وما اخرش او ما تعطلش او ما توقفش عن اي فايده دوريه، فبيروح اخر الفتره للبنك يقول له يا بنك انت ليك عندي، يقول له ماليش عندك غير حاجه واحده بس، القرض الاصلي. اداله القرض بتاعه وابتدى يخلص او ينهي قصته مع البنك بالنسبه لهذا القرض. يبقى اذن عندنا قلنا تاني في الفوائد الدوريه ان الحالات اللي عندي الفايده الدوريه قد يطلب الدائن من المدين أن يدفع الفوائد بصفة دورية بدلا من دفعها في نهاية مدة القرض كدفعة واحدة. يبقى وذلك بدلا من الحالات الطبيعية اللي هي اللي بتدفع فيها الفايدة للدائن مرة واحدة نهاية مدة الايه؟ القرض. يبقى هنا الفايدة الدورية هتدفع على دفعات، كل دفعة قد التانية متساوية، وبيكون الفوائد الدورية متساوية والفترات الدورية بتاعتها كمان متساوية. وبذلك تسمى او يسمى هذا النظام بنظام الفوائد الدوريه، يعني الفوائد اللي اتدفعت دي هتبقى اسمها فوائد دوريه. طيب
لاحظ ان الفوائد الدوريه دايما دايما تكون متساويه خلال مده القرض. يعني حضرتك بتقولي ان الفايده الدوريه دايما تكون مالها متساويه، يعني في الحاله بتاعتنا اللي اتكلمنا عليها لو الفايده الدوريه كانت 100 جنيه هتلاقي الفايده الاولى 100، الفايده الثانيه 100، الفايده الثالثه 100، الفايده الرابعه 100، الفايده الخامسه 100، السادسه 100، السابعه 100، الثامنه، التاسعه، العاشره، ال11، ال12، كل الفوائد ثابته. يبقى دايما الفوائد الدوريه تكون متساويه من سنه لاخرى. سؤال، ليه بقى دايما الفوائد الدوريه متساويه؟ لان عوامل هذه الفايده كانت عوامل ثابته في كل الفترات، سواء القرض، سواء المعدل، سواء مده الفايده الواحده. يبقى قلنا لماذا او لماذا يكون هناك ثبات للفايده الدوريه؟ الناس اللي قعدت معانا ومركزه معانا قالت لان عوامل الفايده بتكون عوامل ثابته، مبلغ القرض او اصل القرض بيكون ثابت، ومعدل الفايده بيكون ثابت، ومده الفايده الواحده كمان بتكون ثابته. يبقى احنا اتفقنا ان عوامل الفايده، طبعا قلنا عوامل الفايده دي في اكتر من مناسبه. عوامل الفايده ايه هي؟ قلنا القرض الاصلي، وممكن ما يكونش قرض، ممكن يكون مبلغ مودع او المبلغ المستثمر، يبقى عوامل الفايده اللي هي القرض الاصلي او المبلغ المودع، ده اول عامل من عوامل الفايده، وده على طول بيتناسب طرديا مع الفايده بتاعته. والقرض دايما دايما اللي هو المبلغ اللي بيبقى موجود في بدايه الكلام، يعني حضرتك قال لك ايه، اقترض تاجر 100,000 يبقى ده القرض بتاعي، اودع تاجر 100,000 يبقى ده القرض بتاعي. تاني حاجة المعدل، تاني حاجة ايه؟ المعدل، المعدل اللي البنك بيستخدمه، وتالت حاجة مدة الفايدة الواحدة. طب خد بالك بقى او لاحظ ان فايدة القرض للمدة كلها يجب ان تتساوى مع مجموع الفوائد الدورية. يبقى احنا اتفقنا ان فايدة القرض للمدة كلها بيجب ان تتساوى مع مجموع الفوائد الدورية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو رجعنا للحالة العملية اللي احنا كنا بنتكلم فيها وقلت لك، فاكر لما خدنا قرض 10,000 جنيه؟ قلت لي فاكر. طب فاكر لما البنك قال انا هحاسبك على 12% بنظام الفايدة البسيطة؟ قلت لك فاكر. لمدة كام؟ لمدة سنة، اللي هي السنة دي قد ايه؟ قلت لي 12 شهر. لما حضرتك جيت تحسب الفايدة الإجمالية، الفايدة الإجمالية للقرض كله كوحدة واحدة، قلت لي القرض في المعدل في المدة على 100، أو القرض في المعدل على 100 في المدة. فقلت 10,000 ده القرض، في 12 على 100 ده المعدل، في واحد سنة، تمام؟ قلت لي تمام. هيبقى الفايدة الإجمالية عندك بكام؟ قلت لي الفايدة كلها في نهاية مدة القرض، أو فايدة القرض في نهاية المدة، بيساوي 1,200 جنيه. بيساوي كام؟ 1,200 جنيه. طب لما جينا نحسب بنظام الفايدة الدورية، طلعت الفايدة الدورية الواحدة اللي احنا كنا بنحسبها ازاي؟ قلت لي القرض في المعدل في مدة فايدة واحدة، مدة فايدة واحدة. طب ما حضرتك اتفقت معايا ان مدة الفايدة الواحدة 1 شهر، يبقى هتقول لي 10,000 في 12 على 100 في 1/12 تطلع معاك بكام؟ قلت لها تطلع معايا ب 100 جنيه. كده انت حسبت الفايده الدوريه الواحده بكام؟ ب 100 جنيه. بس خد بالك احنا حسبنا فايده القرض كله كام بكام؟ ب 1,200. طب لما جينا نقول عدد الفوائد الدوريه، قلت لي بتساوي فايده القرض كله على فايده على مده دفعة، مدة فايدة واحدة. يبقى لما اجيب عدد الفوائد تاني لو هتعتبرها دفعات، هقول له مدة القرض كله على مدة فايدة واحدة. يعني مدة القرض كله كانت 12 شهر، ومدة الفايدة الواحدة كان شهر واحد، يبقى 12 على 1 فيها ال 12،
يبقى عددهم كام فايدة؟ 12. والفايدة الواحدة بكام؟ قلت لي ب100. يبقى هنا مجموع الفوائد الدورية بيساوي الفايدة الواحدة في عددهم. يبقى الفايدة الواحدة بكام؟ ب100. فعددهم كام؟ 12. يبقى 100 في 12، برافو عليك، طلعت 1200. قلت لي بس أنا ملاحظ حاجة مهمة جدا، إن ال 1200 دي اللي هي مجموع الفوائد الدورية بتساوي ال 1200 اللي هي فايدة القرض كله. برافو عليك، هو ده بالظبط اللي احنا نقصده في الملحوظة اللي هنقولها دي. قلنا لاحظ أيضا أن فايدة القرض للمدة كلها زي ما هنشوف على الشاشة اهو، لاحظ أيضا أن فايدة القرض للمدة كلها يجب أن تتساوى مع مجموع الفوائد الدورية. دي قاعدة أو شرط؟ أقول لك طبعا طبعا قاعدة أو شرط. القاعدة تاني بتقول إيه؟ أهو لو هنشوفها على الشاشة، لاحظ أن فايدة القرض للمدة كلها يجب أن تتساوى مع مجموع الفوائد الدورية. يبقى دايما فايدة القرض بتكون قد مجموع الفوائد الدورية. دي كده القاعدة اللي بتقول ان فايدة القرض يجب ان تتساوى مع ايه؟ مع الفوائد الدورية. طيب حد يقول لي يعني لو انا معايا فايدة القرض كله وقسمتها على عدد الفايدة، عدد الفوائد الايه؟ الدورية، يديني ايه؟ اقول لك يدي لك الفايدة الواحدة، يدي لك الفايدة الواحدة. لذلك يمكننا الحصول على الفايدة الدورية الواحدة باسم فايدة القرض كله على عدد الفوائد الدورية. يعني لو معايا فايدة القرض كله وقسمتها على عدد الفوائد الدورية يديني ايه؟ يديني الفايدة الدورية الواحدة، يديني الفايدة الدورية الايه؟ الواحدة. طيب ده كان بالنسبة للحالة الأولى اللي المدين فيها كان ملتزم التزام تام بسداد الفوائد بتاعته، يعني كان بيجي في آخر كل شهر وعلى طول يسدد الايه؟ الفوائد بتاعته. لذلك جه نهاية المدة ما كانش عليه ولا فايدة، وكان المفروض يدفعه للدائن هي حاجة واحدة بس اللي هو القرض الأصلي. يبقى أول حاجة استفدنا بيها مع بعض دلوقتي إن إذا التزم المدين بسداد جميع الفوائد في مواعيدها لن يتبقى عليه في نهاية المدة سوى القرض الأصلي، لن يتبقى عليه في نهاية المدة سوى القرض الأصلي. طيب يبقى كده احنا اتفقنا اتفاق مهم جدا، ان البنك عارف العميل بتاعه فاداله القرض، والعميل علشان تفضل سمعته سمعة حسنة لدى البنك كان بيجي نهاية كل فترة اللي متفقين عليها بقى، وليكن شهر أو شهرين أو ثلاثة، خلينا ثلاثة عشان تبقى فايدة ربع سنوية. يبقى الراجل ده يروح آخر كل ربع سنة أو آخر كل ثلاث شهور يروح فين؟ يروح للبنك، يقول يا بنك اتفضل فايدتك. خلصت المدة والراجل ما تأخرش في ولا فايدة، ولا فايدة عنده، إيه اللي هيحصل؟ البنك يقول له انا كده ماليش عندك غير القرض الاصلي، يبقى شوف حضرتك القرض الاصلي ده كام وانا اتفضل ادفعه وما عليكش اي فوائد تاني لان حضرتك عميل ملتزم ودفعت كل الفوائد في مواعيدها. دي كده كانت الحالة الاولى، ولذلك البنك مش هياخد منه غير ال10,000 جنيه اللي هو القرض اللي كان واخدهم. فدي كانت الحالة الاولى اللي هي حالة الفوائد الدورية مع التزام المدين بدفع جميع الفوائد في مواعيدها. طيب هنفترض جدلا ان في عميل كويس جدا وشغال كويس ولكن خد قرض هيسدده بنظام الفوائد الدوريه، وفي هذا القرض هيعمل ايه؟ لو كان القرض ده هيسدده فوائد دوريه اخر كل شهر، اخر كل شهر، ايه اللي هيحصل؟ تقول لي والله اللي هيحصل معاه ان المفروض يجي اخر كل شهر ويبتدي يعمل ايه؟ يسدد الفايدة الدورية بتاعته. العميل ده هو اول شهر كانت لسه الحياة كويسة معاه، بقى يروح
اول شهر راح دفع الفايده الدوريه بتاعته، تاني شهر راح دفع الفايده الدوريه بتاعته، ابتداء من الشهر الثالث ايه اللي حصل؟ قال لي والله في تعثر حصل مع المدين، عنده التزامات تانيه فتعثر وما قدرش انه يقدر يكمل السداد. خلي بالك هنا لو سيبنا كل واحد يعمل كده الناس كلها حتى لو معاه يقولك ما انا مش هدفع، ما هو مش بيعملوا حاجه. فايه اللي هيحصل هنا بقى؟ يقوم البنك بتحميل هذا المدين فوائد تاخير. خد بالك تاني معايا في الكلمه دي، اذا توقف او تاخر المدين عن سداد بعض الفوائد، اذا تاخر المدين عن سداد بعض الفوائد قد يلجأ البنك او قد يلجأ الدائن او قد يلجأ المقرض الى احتساب فوائد تأخير على المدين. قول لا تعالى بقى كده، انت كده هتتعبني، لازم احملك فوائد تأخير. انت كنت بتدفع الفايدة كام؟ قال لي 100 جنيه. قلت له لا، ده انت هتدفع فوائد تأخير عن هذه الفايدة لان حضرتك اتأخرت عليا. طب ما انا جاي ادفعهم، بس يعني هدفعهم لك في نهاية مدة القرض مع القرض الاصلي. قلت لي جميل، انت هتدفعهم كل حاجة، ولكن احنا متفقين ان انا هاخدهم بنظام الفوائد الدورية. في نظام الفوائد الدورية البنك بيعمل ايه برضو عشان نتخيل الصورة كاملة؟ البنك خد المية جنيه بتاعتك اول شهر، قام فاتح بيها حساب عنده، حساب جاري او حطها كوديعة او ان المية جنيه تبتدي تشتغل دورة جديدة. يبقى المية بالنسبة للبنك في اخر السنة هتبقى بكام؟ اللي هتبقى ب110 مثلا. يبقى البنك كسب ولا ما كسبش؟ قلت طبعا كده كسب. طيب لما حضرتك تتوقف عن سداد هذه القيمة او هذه الفائدة الدورية، البنك هيجيب منين عشان يفتح حساب؟ قولي فعلا كده، مش هيلاقي فلوس يشغلها. يبقى حضرتك نفعت البنك ولا ضريته؟ قلت لك البنك كده اتضر، في ضرر وقع على هذا البنك. الضرر ده يا فندم حضرتك اللي لازم تشيله لان انت المتسبب فيه. يبقى هنا تاني الفكرة دي، لو انا متعامل بالتزام مع البنك كل اخر شهر بروح ادفع المية جنيه اللي عليا، والبنك يقول لي شكرا وياخد ال 100 جنيه ويقوم مشغلها في اي قرض تاني، او صاحب المشروع ياخدها يحطها في اي بضاعه او اي حاجه، فتبتدي تحصل دوره للنقود وتزيد. قال لي اه تمام كده كويس، وبعدين؟ وبعدين لما حضرتك توقفت عن السداد فما بقتش تدفع، صح كده؟ قلت له صح تمام. ايه اللي هيحصل للبنك؟ قلت ايه ده كده، البنك مش هيقدر يستثمر هذه الاموال. بالظبط كده حضرتك اللي قلت. مين السبب في العطل ده وفي التاخير ده؟ العميل. يبقى هنا دايما من اصلح شيئا، من افسد شيئا فعليه ايه؟ عليه اصلاح. حضرتك اللي ضررت البنك في الجزء ده من الفلوس، وحضرتك اللي لازم تعوض البنك عن الجزء ده من الفلوس. فيقوم البنك يحسب عليك فوائد تاخير. يعني ايه بقى فايدة تأخير؟ يعني نحسب فايدة عن الفايدة اللي كانت المفروض تدفع، ولكن بناخد المدة بتاعت التأخير او المدة اللي بينها وبين نهاية هذا القرض. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان لو توقف المدين عن السداد، اذا توقف المدين عن السداد يجب على الدائن احتساب فوائد تأخير على هذا المدين، عشان مش كل واحد يبقى قاعد ومش عايز يدفع. لا، انت عارف انك لو اتأخرت هتدفع فوائد تأخير. يبقى فوائد التأخير اللي بيدفعها المدين دي مقابل ايه؟ مقابل تأخره في دفع الفايدة للدائن. يبقى احنا لما هنرجع تاني للكلام بتاعنا على الشاشة بتاعتنا هناخد الحالة التانية. الحالة التانية دي عبارة عن ايه؟ تأجيل سداد بعض الفوائد الدورية إلى نهاية مدة القرض.
يبقى الحالة التانية عبارة عن ايه تاني؟ تأجيل سداد بعض الفوائد الدورية إلى نهاية مدة القرض. يعني ايه الكلام ده؟ قد يضطر المدين أو يتعثر المدين عن سداد بعض الفوائد الدورية. يبقى المدين كان شغال كويس، ولكن لظروف ما زي ظروف كورونا مثلا السنة اللي فاتت، لما جت كورونا بعض الناس ما كانتش بتمارس أعمالها، فطبعا المستوى الدخل بتاعه انخفض، وفي ناس الدخل بتاعها كان أقل وهو عنده التزامات للفوائد. هنا طبيعي جدا ان الراجل ده يحصل له تعثر. انا كنت المفروض بشتغل فبجيب فلوس فبقدر ادفع الايه الفايده الدوريه للبنك. اصبحت انا دلوقتي الدخل بتاعي وليكن كان 3000 بقى 1000، هل هقدر اسد الالتزامات اللي عليا من فوائد دوريه او اقساط او 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 او؟ قلت له طبعا لا. فهنا اتاخرت، فهنا ايه؟ اتأخرت. بعد كده لما جت نهاية المدة قالوا له عشان انت اتأخرت احنا حسبنا عليك فوائد تأخير. طب انت ما كنتش حابب ان يتحسب عليك الفوائد دي، كنت تقدر تسدد الايه الفوائد الدورية دي في مواعيدها. يبقى احنا اتفقنا ان لو المدين بيسدد في مواعيده يبقى دي حالة جميلة جدا، والبنك هيكون مبسوط والعميل كمان هيكون مبسوط ومفيش اي مشاكل. طيب اذا تعثر المدين زي الحاله اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، قلت لي في حاله التعثر غصب عنه هيتوقف، ولكن التوقف ده اكيد مش هيكون في الفايده الاولى، يعني اكيد مش من اول يوم كده خدت القرض سلام عليكم انا مش دافع، مش معايا فلوس بقى، ما ينفعش طبعا. فهنا المدين ابتدى خد القرض وابتدى يسدد، لو هو عليه مثلا 6 فوائد دورية، راح دفع الأولى وراح دفع التانية وبعدين تعثر. هتقولي ده كده تعثر في 4 فوائد دورية. هنا التعثر ده أو التوقف ده مش هيأثر على البنك؟ أجي هيأثر على البنك طبعا. يبقى لازم البنك يحسب فوائد تأخير عن الفوائد اللي اتأخرت. طيب ده كلام كويس، خلاص البنك حسب فوائد تأخير، هيحسب لحد انهي مدة؟ قال لي البنك يقدر يحسب فوائد تأخير لحد نهاية مدة القرض. يبقى يشوف لو الفايدة التالتة كانت هتتدفع مثلا في 1/7، يبقى ياخد من 1/7 لحد 31/12، يبقى مدة تأخير هذه الدفعة 6 شهور. 6 شهور. يبقى أنا عندي يا جماعة لازم أخد بالي الحالة العملية اللي معايا أو قصة الفوائد الدورية، هل في توقف عن السداد ولا مفيش توقف عن السداد؟ طيب هنفرض إن في توقف عن السداد، أو زي ما اتفقنا ناخد الحالة الأولى خالص ما كانش في توقف عن السداد، أنا كنت ماشي كويس والدنيا جميلة. في نهاية المدة المدين هيدفع إيه؟ هيدفع حاجة واحدة. إيه هي؟ القرض الأصلي. هيدفع إيه؟ القرض الأصلي. طيب الدائن هياخد إيه؟ هياخد حاجة واحدة، القرض الأصلي. ويبقوا حبايب وما عندهمش أي مشكلة في هذه القصة. انت كنت واخد قرض خلصت فوائدك، اتفضل ادفع القرض الاصلي وسلام عليكم، فرصة سعيدة، وان شاء الله اشوفك في قرض جديد، واحنا لينا الشرف ان احنا نتعامل معاك علشان انت عميل ملتزم وخد نقطة قوة عند البنك. تعلم عليه كده في علامات القوة. العميل ده لو جالكوا على اي حاجة تانية ادوله بقلب جامد. ليه؟ لانه عميل التزم بالسداد. نيجي بقى للراجل التاني اللي حصل معاه التوقف. ايه اللي حصل في قصة التوقف؟ التوقف ده ادى الى ان البنك يحتسب عليه فوائد تأخير. يبقى التوقف بتاع المدين ادى لان البنك
يحتسب على هذا المدين فوائد تأخير. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما نهاية المدة تيجي؟ عميل راح للبنك قال له بنك النهارده آخر يوم في المدة. البنك قال له طب تعالى كده بقى اتفضل معايا، أنا عايز من حضرتك القرض الأصلي. عايز من حضرتك القرض الأصلي اللي هما كانوا كام لو فاكرين؟ تقريبا كانوا 10,000 جنيه. وعاوز من حضرتك أربع فوائد سيادتك ما سددتهمش. أنت كنت بتتوقف عن السداد وبنكلمك تقول أصل لسه. وبعدين لما اتعبنا معاك خالص جبناك عندنا هنا في البنك واتفقنا معاك، أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز إيه بصراحة؟ مش عاوز أدفع فوائد دلوقتي خالص. وفي نهاية المدة هاجي أدي لك القرض بتاعك والفوائد المتأخرة، مش بس كده، وهناخد منك فوائد تأخير الفوائد المتأخرة. يبقى احنا كده بنقول لك ايه؟ الافضل الافضل التزم بمواعيدك في السداد. قلت لي طيب ما التزمتش وتوقفت، هاخد منك في نهايه المدة واحد القرض الاصلي، القرض الاصلي. اتنين كل الفوائد المتاخره على حضرتك. يبقى خدت منك القرض الاصلي وخدت منك الفوائد المتاخره عليك. بس كده؟ قال لي لا طبعا، وهحسب عليك فوائد تأخير عن كل فايدة متأخرة. يبقى البنك هيحسب كده كام حاجة؟ هياخد كام حاجة؟ هياخد القرض وهياخد الفوائد المتأخرة اللي هم مثلا لو 4 في 200 ب 800 جنيه. أدي الفوائد المتأخرة. خلاص كده؟ المفروض خلاص. قال لك لا، مش أنت اتأخرت، نحسب على حضرتك فوائد تأخير. بس كل الكلام اللي حضرتك حسبته ده هيتسدد امتى؟ نهاية مدة القرض. لو القرض هيخلص في آخر 12/2020 كنت هاجي في آخر 12/2020 قلت تعالى لي بقى كده، أنا عايز منك قرض، وعشان أنت توقفت عن السداد هاخد منك الفوائد المتأخرة، ومش بس كده، وهحملك بفوائد تأخير الفوائد المتأخرة، وهحملك بفوائد تأخير الفوائد المتأخرة. يبقى كده إذا توقف المدين عن سداد بعض الفوائد الدورية إيه اللي هيحصل بقى؟ يحمله البنك بثلاثة أشياء. واحد القرض الأصلي. اتنين الفوائد الدورية المتأخرة، كل اللي انت اتأخرت عليها تدفعه. خلاص احنا كده النهاردة في يوم بنتحاسب فيه عشان كل واحد ياخد حاجته. مش بس كده، فوائد تأخير القرض، فايدة تأخير الايه؟ القرض. يعني حضرتك لما اتأخرت البنك احتسب عليك كام؟ فوائد تأخير. يبقى حضرتك مطالب انك تسدد للبنك واحد القرض الاصلي، اتنين فوائد تأخير الفوائد اللي هي المتأخرة، الفوائد اللي هي الايه؟ المتأخرة التي لم تدفع في موعدها. كمان حاجة، فايدة تأخير الفوائد المتأخرة. يبقى احنا كده دفعنا كام حاجة للبنك؟ قلت لي القرض الأصلي، قلت لي الفوائد المتأخرة، قلت لي فايدة تأخير الفوائد المتأخرة. طيب عندي كمان، أنا عاوز أعرف الدائن خد ايه من الفوائد؟ لا ده خد الفوائد الدورية المسددة في مواعيدها، وخد كمان الفوائد الدورية المتأخرة، وخد كمان فايدة تأخير الفوائد الدورية المتأخرة. يبقى البنك خد كام حاجة؟ تلات حاجات. ده تلات ايه؟ تلات فوائد. وعلشان وقت حلقتنا كنت أتمنى إن الوقت يكون أطول مع حضراتكم، ونتناقش في حلقتنا الإسرائيلية عن موضوع الفوائد الدورية، هنكتفي بهذا القدر، وعلى وعد وأمل باللقاء إن شاء الله بيكم في حلقات متجددة ومتعددة، وبرنامجنا في بيتنا مدرسة. أشكركم جميعا، كان معكم فتحي عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم.